أحسن الله إليكم. يسأل الأخ عصام شيخ عن الشعر وإنشاده في المسجد أو في حفلات التكريم في آخر العام وبين حفظة القرآن. الشعر النزيه لا بأس بإنشاده من شخص واحد، لا من جماعة يسمون الأناشيد، لا، شخص واحد إذا كان الشعر نزيها ومفيدا ينشد، ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كان حسان رضي الله عنه ينشد عند الرسول في المسجد، لأن شعر حسان للدعوة والرد على المشركين. إذا كان الشعر في غرض صحيح وغرض مشروع فإنه لا بأس أن ينشده الشخص في الحفل أو في المجلس أو في المسجد ليستفيد منه الناس. نعم.